بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وزارة التعليم العالي قالت عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. طبعا هي إجراءات شوية تختلف عن الموجة السابقة أو العام الدراسي الماضي، لأن هي إجراءات أكثر شدة يعني بسبب قوة انتشار الفيروس، وكمان إمكانية التطعيم دلوقتي، توفير التطعيم للطلاب أو المواطنين بشكل عام. فوزارة التربية والتعليم العالي عملت حاجة اسمها كارت تطعيم كورونا لطلاب الجامعات. الكارت ده لما الطالب الجامعي بيحصل على لقاح كورونا بيكون معاه زي بطاقة أو كارت بتثبت إن هو حصل على اللقاح، لأن ده هيكون من أسباب إن هو يقدر يسكن في المدينة الجامعية، لأن الوزارة طلعت قرار إن مش هيتم تسكين أي طالب جامعي في المدينة الجامعية لم يتم حصوله على لقاح كورونا. طيب بالنسبة لعدد الطلاب اللي حصلوا على لقاح كورونا بالنسبة لطلاب الجامعات، وزارة التعليم العالي قالت ان هم حوالي تقريبا 1,000,000 طالب حصل على اللقاح كورونا، يعني بنسبة من 6 لـ7 طلاب ما بين 10 طلاب بالنسبة لمسح عشوائي اجرته وزارة التعليم العالي. طيب ايه كمان وزارة التعليم العالي قالت ان في حوالي 302 نقطة تطعيم كورونا منتشرة في الجامعات على مستوى الجمهورية، سواء على في مستوى القاهرة والمحافظات بيتم من خلالها ان تطعيم طلاب الجامعات. لكن بالنسبة للطلاب المستجدين اللي هم طلاب الصف الاول يعني او الفرقة الاولى في الجامعات، ده هيتم تطعيمهم في المستشفيات الجامعية بالنسبة لكل جامعة. وزير التعليم العالي مع بداية العام الدراسي الجديد شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل الجامعات، ده طبعا نظرا للأعداد الكبيرة جدا اللي بتكون موجودة في الجامعة، سواء داخل المدرجات أو حتى في الحرم الجامعي بيكون في أعداد كبيرة، فده ممكن ان هو يخلي في وسط لانتشار الفيروس كورونا. فعليه شددت وزارة التعليم العالي على ضرورة تطعيم جميع الطلاب الجامعيين ضد فيروس كورونا ليكون العملية التعليمية بشكل احسن وما يكونش فيها اي حالات كورونا. كل كلية او جامعة هتتم ان هي تعمل الكروت اللي قلنا عليها اللي هي كروت تطعيم كورونا لطلاب الجامعات عشان توزعها على الطلاب اللي هيتم تطعيمهم داخل الحرم الجامعي او داخل الكلية الخاصة بيهم، كل كلية هتوفر ده على حدة. الكارت زي ما قلنا لحضراتكم هيفيد ان الطالب حصل على لقاح كورونا عشان يقدر، لو انا طالب مغترب وبسكن في المدينة الجامعية عشان اقدر اكمل العام الجامعي بتاعي او العام الدراسي بتاعي، ما مش هقدر ان انا اسكن في المدينة الجامعية غير لما اكون حاصل على لقاح كورونا ومعايا كارت بيتأكد فيه ان انا حاصل على اللقاح عشان اقدر ان انا اسكن في المدينة الجامعية. وده طبعا عشان نوفر يعني عام جامعي او عام دراسي بدون ظهور حالات لفيروس كورونا. العام الدراسي الجامعي مفروض ان هو هينتهي في يناير 2022 تحديدا في 13 يناير وفقا لوزارة التعليم العالي، وامتحانات الفصل الدراسي الاول هتكون في نص يناير، وبعدها هيبدأ العام الدراسي الثاني اللي هيكون تقريبا يوم 19 فبراير. ده العام الدراسي للجامعات اللي هو بدأ طبعا يوم السبت الماضي بإجراءات احترازية شديدة جدا زي ما قلنا لحضراتكم، سواء كمامة سواء قياس درجات الحرارة سواء الكحول مع الطلاب، بجانب طبعا التطعيم وكارت التطعيم الجامعات اللي الجامعة أو وزارة التعليم العالي شددت ان هو يكون متاح في الجامعات.